Ronaldo, 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 et ça en Bruno. William Carvalho, وصوت فهم غريب, صوت فهم غريب, ما بين الحارس بيرن فانت وسعيد حسين حاج صافي بالرأس, الحكم يعطي مخالفة ضد إيران, حكم البرك كواريشما يوزع ولريكاردو كواريشما, كواريشما توزيع آخر, متابعة من رونالد, كواريشما يوزع وهفوة قاتلة من بيرن فانت, غريب تعامل الحارس, كواريشما يوزع والركنية, الركنية يتقدم رونالدو يصاب الركنية. المنتخب الإسباني مشاهدينا الكرام منهزم في هذه الأوقات, إسبانيا الآن تعادل النتيجة, وهذه كرة بالرأس وخطيرة, تركيز التصويب لم تكن بعيدة هذه الكرة, ريزايان كرته لم تكن بعيدة, الروسي سردار, سردار بكرة خطيرة والحارس, والحارس يصاب, روي بادريسيو يصاب من فايدة ميري, المدرب الرائع فرناندو سانتوس, وهذا رونالدو يعدي بكرة والرايح, الراية الراية على أدريان سيلفا, يا من سواريز, نيكواريشما فيها جول, لا ركرينا نختار جان باك شتابا وكيريرو, كيريرو على الطريقة الألمانية لنجم البروسيا, والحكم انذار لكيريرو ومخالفة خطيرة لمنتخب إيران, حاج صافي لا يمشي جان باكش, جان باكش بالراس, إسبانيا المغرب بعد 36 دقيقة كذلك بالتعادل الإيجابي 1-1, تاميري فايد 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 سردار, ولكن الكرة أمام البرتغال متواصل, رونالدو التصويب سهل عند الحارس بيرن فانت, رونالدو ثاني أكبر إمكانية التوزيع وبالرأس, كان رونالدو من أجل هدف الصدارة للهدفين, وكرة بعيدة من كواريشما, سردار أزمور رائعة وفي نقطة الجزاء وخرجت والهدف الأول, الهدف الأول, جول جول ريكاردو كواريشما, هدف من أجمل ما يكون للمنتخب البرتغالي في اللحظات الأخيرة من الشوط الأول, فرحة جماهيرية برتغالية, كارفاليو شو ماريو, رونالدو رونالدو رونالدو, اوه الحكمته باللعب والهجمه ايرانيه, ورونالدو يستغرب ويستعجب, وترجع الكره للمنتخب الايراني, اذا يعطي ضربه جزاء, ضربه جزاء للمنتخب البرتغالي, مشاهد ويمشي رونالدو والحارس بيرن فانت, قلت لكم مشاهدينا الكرام بيرن فانت, ترجع لكواريشما وكره سهله عند بيرن فانت, عشافي لأوميد إبراهيم رقم 9, وكرة خطيرة إيرانية, أوكي بلا كرة سريعة, سردار سردار, والحكام يطلب اللعب, ليست هنالك ضربة جزاء, جوزيف فونت على اليمين, منتخب إيران جان باكش, جان باكش وزع والركنية بكابلير بيبي, وجه إيراني اللي وزع كرة من سردار بالرأس, وكواريشما استماتة دفاعية إيرانية, الحكم يأتي مخالفة للدفاع الإيراني, تلعب بسرعة رونالدو, يريد التصويب رونالدو, يريد التصويب رونالدو, هذا ما أراده رونالدو وفعله كريستيانو رونالدو, يوها رزعان يوزع كرة في الدفاع, من كرة عملية سريعة خطوات وإمكانية التصويب قوية من اللاعب أدريان سيلفا, أدريان سيلفا رائع, وهذه كرة إيرانية خطيرة والتصويب غريبة غريبة من أميد إبراهيمي, تصويب قوي قوي جدا من رونالدو, يعطي كريستيانو وبالرأس ممتازة, مخالفة جزاء, حواره مع كيبلير والتصدي الدفاعي من جونز, يعاد ويليام كارفالو, هنالك ضربة جزاء ثانية ورونالدو يصعب والتصويب بعيد من أدري من أندري سيلفا, اللقطة رونالدو لا مش معقول, يستحق الانذار كريستيانو, هنا يسجل جول, جول انصاري فرد يعطي نبتز, و 2-2 بين المغرب واسبانيا, وذكر جول غريبة غريبة وعجيبة.